اللي ملي تيعرضوا تيعرضوا بنزاهه، وملي تيتفقوا تيتفقوا بمسؤوليه. طلنا نفس الجبه يلي بقينا نلبسو. ملتقى اولا تغطي كل الجامعات المغربيه، معناه ان شبيبه الاتحاد الاشتراكي موجوده في كل المؤسسات الجامعيه لها حضور. اذن هادشي تيجعلنا اكثر قربا لكل عناصر المساله التعليميه، اساتذه وطلبه، تيجعلنا اكثر قربا لقضاياهم ومشاكلهم. مني تنجمعوهم في هذه اللمه ليتجاوزوا فيها الحضور 550 شاب وشابه، هما تيتحدثوا على 600 ولكن الى حدود الساعه كاين اللي باقي ما وصل. 550 شاب وشابه من مختلف المراكز الجامعيه، عندما يكون الامر بهذا الشكل لاشتغال لاربعه ايام وهما متواجدين بعضهم للتداول، لا شك انهم سينتجون من الافكار ثم من المقترحات ما يمكن ان يفيد وطنهم كذلك.